الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. والأهلي يحلق منفردا في سماء الإبداع، الكل يقول له طير أنت إبراهيم. طير أنت وأنت هتطير معاه. أنا بص، أحلى حاجة أنك تخش على الحلقة والأهلي كسبان، أنا بشيل هم. أحلى حاجة أنك تبقى سعيد. ما هو أنت بتشيل هم الحلقة، عايز الأهلي يخش عشان نعرف نشتغل يكسب. أهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة الخميس من برنامجكم ملك وكتابة. وزي ما المهندس عدلي قال لكم، هي لحظات فعلا الزهو بالأهلي، السعادة بالأهلي، وأيضا الفرحة الكبيرة اللي بيعيشها جمهور النادي الأهلي، مش بس علشان هذا الأداء وهذه الصدارة وهذا الاقتراب الكبير من الاحتفاظ بلقب مرموق ومفضل لدى جماهير النادي الأهلي، لكن علشان وصلات المتعة اللي الأهلي بيعمله بيمتع كل جماهير الكرة عامة، وده اللي هتلاقوه في مضمون حلقة الليلة التي تحمل عنوانا واحدا رئيسيا: أهل الإقناع والإمتاع. لأنه الحقيقة مفيش أكثر من كده إقناع بكل المكاسب اللي بتتحقق مع الأهلي. عدة مراحل. والكل يقول اصل الاهلي بيكسب بس ما فيش متعه، اصل وهي مرحله كانت هامه جدا، لان الاهلي كان عنده مؤجلات كتير. ايوه، ومكانته في الجدول لا تعبر عن حقيقه الامر. وهو مكان في المجهول، هتكسب كل اللقاءات الصعبه اللي جايه ولا لا؟ ما ان تحقق الهدف باعتلاء القمه، نقلت على الهدف الثاني وهو الابداع والامتاع، اللي بياتي نتيجه بقى ايه؟ الكل حافظ والكل نفسه يعني شوف الاجوان بتيجي ازاي. باكا لاعبك المهالمبي. باكا يا باكا. قعد مكاسب رحله السعوديه طبعا. لانه هو خد الثقه وراح وجاب جون جميل بس وعاد ياخد فرصه ويكمل. طبعا